مرحبا بكم. اليوم باش نحكي لكم على النظام الجبائي اللي يهم التوانسة العايشين في الخارج واللي يحبوا يشريوا دار في تونس. النظام هذا يمكن كل تونسي عايش في الخارج ويحب يشري دار في تونس انه يسجل عقد الشراء بتاعه بالمعلوم القار في عوض المعلوم النسبي، معناها يخلص 1% اكاهو من سوم الدار باش الشريه نتاعو تتسجل في دفتر خانه، ويخلص 25 دينار على كل صفحه ونسخه من الكونتراتو في بقعه ما يخلص 6% من سوم الدار، والا 8% من سوم الدار كان سومها بين 500,000 ومليون دينار، والا 10% كان سوم الدار فوق مليون دينار. باش تتمتع بالامتياز هذا لازمك تثبت انك كنتش مقيم في تونس في العامين الاخرين، اما بنسخه من جواز سفر والا بنسخه من شهاده الاقامه بالخارج، ولازمك زاده تخلص الدار بالعمله الصعبه القابله للتحويل. لازم تجيب وثيقه من البنكة تثبت تحويل الفلوس واستعملها فقط لخلاص سوم الدار. عملية التسجيل تصير في 60 يوم بداية من النهار اللي تصحح فيه الكونتراتو. كيما حكينا على امتيازات معلم التسجيل بالنسبة للتوانسة اللي عايشين في الخارج واللي يحبوا يشريوا دار في تونس، باش نحكيو على امتيازات الجبائية بالنسبة للتوانسة اللي عايشين في الخارج واللي يحبوا يستقروا في تونس. النظام الجبائي تاعنا يمكن كل تونسي عايش في الخارج ويحب يستقر في تونس وعنده جراية تجيه من الخارج تقاعد وإلا غيره أنه يطرح منها 80%، يعني ما يخلص أداء كان على 20% من مبلغ الجراية. باش تتمتع بالامتياز هذا لازم يتم تحويل الجراية متاعك لحساب بنكي أو بريدي تونسي وإلا تصرح بها لدى الديوانة، ولازم زادا تصب مع تصريح على الدخل السنوي متاعك ما يثبت أنك جبت الجراية متاعك لتونس أو أنك حولتها لحساب بنكي أو بريدي تونسي. إذا كان ما تحبش تجيب الجراية متاعك الكل من خارج، تتمتع بالطرح على 80% أكاهو من المبلغ اللي جبته لتونس، والمبلغ الآخر اللي قعد في الخارج يطرح منه 25% أكاهو. وإذا كان تحب تزيد تربح أكثر، نجم تحط الفلوس في حساب بتونس بالعملة الصعبة وإلا بالدينار القابل للتحويل، وهكذا تتمتع بالأعفاء من الأداءات على الفوائد اللي حققتها في الكونت متاعك. نشكركم اللي تابعتوا معنا الفيديو هذية. في الأمان.